السلام عليكم، معكم عبد عامر، رجعنا لكم تاني بفيديو جديد. والنهارده عندنا فيديو مختلف تماما جدا جدا جدا. الفيديو ده هقابل في المتابعين، مش عارف، في برنامج كده اسمه OMATV تقريبا، بنطلت عمل عنه، ابو فل عمل عنه، الناس الكبيره عملت عنه، فانا اخش واعمل الدوله مصر واشوف هل الناس هتعرفني ولا مش هتعرفني. هنخش ونشوف هنعمل كذا حاجه، نقول لهم مره يقولوا نكت، مره انت عارفني ولا لا، مره نسال اسئله، فلزقوا على طول. خلينا نشوف هل الناس عارفيني ولا لا. احنا حاليا موجود عندنا حاليا 239 الف واحد عاملين البلد مصر، عاملين البلد مصر، فلزقوا. خلينا نشوف. انت يوتيوبر يا اسطى؟ اسمي ايه؟ انت يوتيوبر؟ ايوه يوتيوبر. انت عارفني؟ لا. اسمي ايه؟ يودا. ما انت معرفك يا اسطى، محدش يعرفني هنا ولا ايه؟ تعرفني؟ علاء الدين. علاء؟ علاء الدين؟ لا لا لا. طيب. عبد 2 اكس دي اللي بقول. السلام عليكم. يا اسطى بجد يا اسطى. بيقول لي مرة عمارتين وقعوا على بعض. بعض مات. يلا شاك. مرة واحد صدره ده اداله اخوه الصغير. السلام عليك. يا اسم ايه؟ عبدو. ايه احسن نادي في العالم؟ في العالم كله. مش عارف. برشلونه. انت بتشجع مين؟ حلم يطلع لك كل. انا بشجع اسمها ايه، برشلونه، ميسي. انا اكتر لاعب مفضل لي. السلام عليكم. الو. خلاص. مين مين؟ انا مين؟ عبدو. عبدو بتاع اليوتيوب؟ ايوه. متأكد؟ انا متأكد. طب قولي المقدمة كده. بيقول ايه؟ لا والله اعملوا لايك، احلى لايك. السلام عليكم. ايه ده؟ مين ده؟ انت مشهور. انت بتحبيه؟ انا عارفك. بص انا عامل تحدي، لو انت عرفتني تاخد بلايستيشن 5. اكيد انت مش معاك فلوس عشان تجيب بلايستيشن 5. اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها؟ ايه ده؟ ده كل اسكت. لا ما تجيلي بالي. عارفك مش انت بتاع الكوره بقى بتاع فيفا وبيس كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا انت عبدو؟ انا انت بتاع بيس؟ صح بتاع بيس؟ ايوه انا يا جدع. تصدق السؤال، اول سؤال، تشجع مين في مصر؟ مصرينا الاهلي. تشجع مين في اوروبا؟ اوروبا الريال. ايوه. الف مبروك. يلا مصطفى انا مخلي من السوبر وربنا. الف مبروك الخساره. كريستيانو رونالدو سجل كام مع ريال مدريد؟ من انت قلت رونالدو؟ قلت لي ريال مدريد. بص عشان انا اللي انا عارفه يعني ان انا فاكره 400 حاجه زي كده. لا لازم بالظبط. 460 430 450. 460. الاجابه خاطئه. 450. حبيبي ايه رايك في شعري؟ والله ايه اديله تقييم. يا اسطى من 10. عامله عند مين؟ عند واحد ميكانيك. 10 من 10 يا اسطى. لا يا اسطى انت حبيبي بس بامانه انت كده بتمثلني. انت ما ياخدش واحد من 10. لا 10 من 10. انت اللي مخليه حلو. انت اللي مخليه حلو. اكيد. ورحمة الله وبركاته. انت منين؟ انا انت يا اسطى عارف بلد اسمه صعيد؟ عارف بلد اسمه صعيد؟ عارف محاور اسمه صعيد اسطى؟ كذا محافظة. انت من ايه؟ انا اصلا من جنة. اجدع ناس من هنا. لو قلت لي من الاليوبية اقول لك اجدع ناس. الصعيد كلها اجدع ناس. انا اصلا بشجع الريال. ماشي كده سؤال غلط. ليه؟ لا حاجة غير الكورة. عم توب. يا عم انت قول اي حاجة يا عم. اي حاجة. السبعة في ثمانية بكام؟ في هتقولها لي في 10 ثواني. السبعة في ثمانية بكام؟ معرفش يا اسطى. حبيبي. لا والله عارفك ورب اللي خلقني عارفك. اسمك عبدو تو اكس دي. عبدو منصور كمان. سامعني؟ سامعك. عارفني؟ ايوه عارفك. انت يوتيوبر جامد قوي بتلعب ببجي وجي تي في.
نعم انت فيها. انت لو كنت عرفتني كنت هتاخد بلاي ستيشن. كيف؟ فون. عندي بلاي ستيشن فون. بتفرج عليك تعمل مصارعة انت. انت حطيتني في وش الجدار ده ولا ايه؟ عارفك على فكرة. عارفك على فكرة. ولا انت هتهرج ولا ايه؟ عماد تعال بص. تعال بسرعة. يوتيوبر اه. بص. بص. يا عبدو. عبدو تويك سيدي. لا. تاني. نصك انت كده. وعاد الله بدور عليه. عمل له تحديات حبيبي. عمل له احلى لايك في الدنيا. عبدو. مين افضل يوتيوبر عندك يعني؟ انت طبعا. مش انت عبدو تويك سيدي؟ تأكد. لا مش متأكد. يا ابني ايه يا استاذ هو انت يا انت قعدتك انت قعدتك دي يوتيوبر انا يوتيوبر على باب الله بس ازاي انت عندك ثلاث دروع ازاي فاهمها لي ثلاث قنوات فانت فاهمني ازاي فاهمني انت ازاي ثلاث قنوات يا استاذ لا بقى يا استاذ انت لازم تقول لي بقى اسم قناتك وروح اشترك فيها ناو لو كنت عرفتني كنت هتاخد بلاي ستيشن 5 انت تراجع على باب الله ولا معاك حاجه انت كنت جاي بتعصي اصلا السلام عليكم وعليكم السلام انا عارفه انا مين عارف اسمي ايه عبدو مش عارف ايه كريستيانو كريستيانو رونالدو شباب كريستيانو هو الكلمة عبده كده لا مشهور ايه احسن نادي في العالم برشلونة اهو صح حبيب صدق انا صدق ايه ده ايه مرض ريخي ماوي صح ان شاء ربنا يشفيه ويشفي كل المصابين ان شاء الله يا رب وادعوا له انا دلوقتي بسجل كله يدعوا له ايه انت اكتب لي اسمك اكتب اسمك لو تعرف تكتب ادم ادعوا له ادعوا لادم يا شباب انا مسجل دلوقتي ماشي يلا ربنا يشفيك ان شاء الله خليك جامد اهم حاجه خليك جامد ايوه ايوه بقولك دي ايوه من طبعك عندك نكته مره واحد محشش اه مره واحد محشش سأله واحد صاحبه قال له الماتش ده كم كام فراح قال له 0-0 فالمحشش رد عليه قال له مين جاب الصفر الله يسعدك انت هتعملي بالنور ده عبدو خلاص انت عندك 20 سنه انت عندك 20 سنه عرفت ازاي انا كم مش شبه اعرف البني ادم اللي قدامي كام سنه قول لي انت بقى كده تعرفني ازاي لو عرفت هديك جايزه 32 انا 34 ما انا قلت 32 من 34 سنتين انت عندك 20 انا قلت لك 20 بالظبط عبدو حبيبي يا بطل حبيبي انا بشجع مين اكيد ليفربول انا بشجع صبحي كابر ها يا عم انا مش بتاع كوره بقول لك انا بمشي في الصاله بنهج حبيبي يا بابا حبيبي هتنزلنا على اليوتيوب ولا ايه بجد ايه ده يا لهوي انا عارفه مين انت انت بتاع اليوتيوب مقلب ده ولا ايه مقلب ايه انت حقيقي يا لهوي ايه ده اي فيديو انت بتنزله انا بتفرج عليه دايما وبحط لايك والله في ياما يوتيوبرز وتيك توكر مصريين ما بحبهمش بس انت فعلا بتتابع عشان طريقتك في الفيديو دمها خفيف اعملوا احلى لايك وكومنت وسبسكرايب ازيك يا عبدو عامل ايه تعرفني اه انت عبدو اكس دي انا عارف لقيتني اخيرا حبيب السلام عليكم عليكم السلام كيفك يا صاحبي خير انت يوتيوبر يوتيوبر ايوه والله والله ممكن يكون اعرفه وربنا يوتيوبر اسمي ايه؟ والله انا فاكر والله انت ماشي فاكر اسمع النكتة مرة واحد متجوز تنين واحدة صعيدية واحدة اسكندرانية تمام؟ بتيجي بتاعة الاسكندرانية بتندى عليه الراجل قاعد على القهوة بتقول له يا حق امان عليك يا حق يبقى هالتنين كيلو بامية معاك انت وجيهي يا محلى صوتي تبات بتقول له يا حق اما انا هات معاك 2 كيلو بام يا حق انت وجاي يا محلى صدق يا بيت اعمل لك شريط البوم يا بيت الله اكبر عليك روح دوك قالت له السعوديه نطت قالت له ما عاد لك هات كيلو بام جاك مفرق بام اوقف في زورك يا اسطى ما ضحكتش ليه يا اسطى
يا اسطى انت ما سمعتهاش كويس ولا ايه؟ اخي على كده انا ما ضحكتكش انا؟ يا عبد يا عبد ايوه والله ايه؟ تعرفني؟ انت تعرفني؟ عارف انا عندي كام سبسكرايبر على اليوتيوب؟ انا معايا درع ال 10 مليون دلوقتي، اوريك درع ال 10 مليون؟ مش عايز اشوف. اتفضل. درع ال 10 مليون. عارفك انت بتاع ال بتاع ال اسمه ايه بتاع الكوره صح؟ بتاع بلايستيشن مش فيفا صح؟ اعملوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناه. عبدو 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 لا عبدو بتهزر. ياه ايه ده؟ انت بجد؟ اوبا 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 انا بشبه عليك بس انا اتفرجت عليك وانت بتعمل كوي على طول صح؟ ابدا يا تعب 2021 ايه والحاجات دي وبس عبدو يوب حبيب يا الزرعه مواد بتاع دي تخوف حد يما عبدو طب يا عم ما في 50 عبدو يا عم لا ما فيش 50 عبدو واحد بس ايوه يابا راجل محترم والله يا لهوي يابا انا ماشي استنى You know me I'm not I don't talk Arabic well ده مش مصري او عايز اقول له استناه Where are you from? Where are you from? كاليفورنيا اوبا What's your name? John What is your name? اقول لعامر بتتقال عامر عامر اسمه يعني اقول له انا ايم عن عايز اقول له انت يوتيوبر اي مش يا 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 ام اي ام يوتيوبر يس يوتيوبر يوب يوتيوبر اي سي يوتيوب لوجو بيهايند يور بيج هيد يا اسطى انا مصري يا اسطى انا عامل عليك حوار عامل على حوار ايوه احنا معروفين بندريت والله ما بندريت حد قال لك بندريت هو داخل لا كله بيقول لي عادل شكل حجره يلا ورقه قص عارفني مين عبدو 2 اكس دي كله يعمل لايك انا عبدو عصا ليه لو النبي يا عبدو بتابعك والله على اليوتيوب عبدو يا اسطى اعمل لايك واشتراك والله انا داخل اخلي الناس تقول بتصلي على النبي بس مش اكتر يعني عليه الصلاه والسلام تخلي الناس المتابعينك تنزل دلوقتي بوست بتقول صلي على النبي عليه الصلاه والسلام ماشي كل واحد يا جدعان يصلي على النبي دلوقتي والله انت برنس يا عم وعلى الحلال اللي اعرف اسم صفحتك ايه واعمل معاك المظبوط السلام عليكم استك انت مين يا مش هتعرف لا قول لي بس انت مين بس احنا زملاء وانا شفتك قبل كده تعرفني انت عارفني عارف انا مين جامايكا لا يا عم ايه يا عم العرب قريب مني ازاي النسخه النظيفه من عبد بيست بيست عارفك والله بتابع طب انا انت مش عارف والله شفتك قبل كده اسمي ايه مش فاكر طب بعمل ايه بلعب ايه مش فاكر لا بص انا مش فاكر حد انا بشوف ناس كده من بره انا عارف الصورة مصغرة وكده صافي انت قول لي بتاع بيه بيس وكده وكورة والدنيا دي عشان كده هتلاقيني ما اعرفكش انا ما بتفرجش على كورة خالص تشجع مين طيب مش بتشجع على ارسنال بقى ما عشان كده ما بتفرجش على كورة ايه نايس تصور فيديو ولا بصور فيديو اللي ضحكني ياخد 10 جنيه طيب الراجل ده بص احنا هنعمل كيك ونظبط ماشي الراجل ده صح يا جماعه وصوته حلوه جدا و حبيبي يا بيست كده اللي مش مشترك في القناه كوزان طيب قولهم يعملوا لايك بس اعملوا لايك يا جماعه زي ما قالوا لكم اضغطوا زر اللايك فبس ده كان الفيديو ده اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي كان معاكم عبدو والسلام عليكم